زهرة بنتي شو صار لك؟ أنا تعبانة كتير خالتي فاطمة، كتير موجوعة. استني بنتي، تعي تعي اقعدي شوي، تعي بنتي تعي تعي ارتاحي لشوف. قدرت تلاقيها؟ ايه شو كنت رح تعمل؟ كنت رح تنظف السكين وتخفيها؟ شو رح يتغير؟ أخو فاروق كل يوم بيجي لعندي لحتى خبره باسم القاتل، بكلمة مني رح يقتلوك عليه. حياتك معلقة بكلمة مني. هلأ نقلع غرفتك، روح. شوفي شو صار لك؟ مانك شايفتيها قديش موجوعة؟ أنا ماني منيحة، حاسة حالي رح موت من وجعي. مفكرتيها الشغلة سهلة؟ أنت عم تجرضي وشي طبيعي إنك تتوجعي كتير، هالحركات ما لها لزوم. كل شي أنا عملته كان برغبتك ورضاكي، بدك تتحملي الوجع. لا حالي فاطمة اتصلي بأمي. طولي بالك دخيلك اتصلي بأمي. تمام تمام بنتي، متحملي شوي ما تطول. بطني. عم يتصلوا من القصر. ألو إيه خالي فاطمة، زهرة صاير معها شي مو منيح؟ بطنها عم يوجع كتير وقال بدها تحكي معك ضروري. تعي بنتي. طيب ألو أمي، أمي أنا كتير موجوعة وحاسة إني رح موت، ساعديني ماما تعي بسرعة. حبيبتي اصحك تخافي، ما رح يصير لك شي، ماشي تتحسني بعد شوي، أنت لا تخافي أنا هلأ رح أجي لعندك. زهرة عم تقلي إنه كتير موجوعة وبدها يعني روح لعندها. خلينا نروح. عمالك عمالك بنتي، عدي عدي هون لشوف. برافو عليكي يا حلوة انتي، خلص هلأ بتروقي. اهدي زهرة. زهرة أنت منيحة؟ بسببك أنت، أنا عم موت كله بسببك. لكن اقلع من هون روح. منحمد الله ونشكره، الغيمة السوداء انزاحت من راسنا وطلعت علينا شمس جديدة. أول فرحة حفيد الشهم
وآغا عشيرتنا عدنان البطل وخطوبته على بنتنا ليلى. وتاني فرحة ابننا علي رح يجيب لنا حفيد جديد. من هلا ورايح كل شي بتمناه تضل الأفراح وتروح الأوجاع عنا ومن دون رجعة إن شاء الله. بعد وافتح لي الباب بسرعة. مستحيل آغا، اليوم خطبته لعدنان آغا. قلت لك بعد. ما فيني اسمح لك. الظاهر انك ما عم تسمعوا له. ايه اكلنا وشربنا واجا وقت الجد. ابننا الآغا عدنان وبنتنا ليلى رح يقوموا هلا لنلبسهم المحابس. تفضلوا. عيب الواحد يمنن بالخير اللي عمله. رستم، الشتوية الماضية لما تعب ابنك مين حمله؟ ها؟ مين اللي وقف جنبك؟ أنا مديون بحياة ابني لحضرتك يا آغا، الله يخلينا إياك. بس هالقصة شي وهديك شي تاني. وهلأ نفس الشي يا رستم، في بنت مريضة وتعبانة كتير جوا. افتحوا الباب خلونا ننقذها. انتو شو عم تعملوا هون؟ نقلعوا من بيتي. زهرة مريضة وانا جاية لشوفها. انت شو عم بتقولي؟ زهرة ما فيها شي بنوب، هي حجة لحتى تفوتي على القصر. تحملي شوي حبيبتي، تسندي علي يا بنتي. يلا برافو عليكي. يلا بنتي يلا، على مهلك شوي شوي، على مهلك. يا عم قلك بدي شوف بنتي زهرة. ها ليك أمك وصلت، ما تأخرت بنوب، تحملي كمان شوي يا روحي. عزت خدها بسرعة واطلع، لأني ما عاد اتحمل وجودها أبداً. شو راح تعمل عمي؟